تقلقت شويه يعني، كنت لان لما تشوف الناس يوصفوك بالخائن حاجه كبيره يعني، تقلقت انا فريمون تقلقت و... ولكن في نهايه المطاف بعد يعني ما ارتحت تكالميت شويه وجوزها. انا كاين بزاف اللي يقولوا لي ما قصدكش، لا قصدني انا التشكيله عطاوها لي من طوالي من السنغال، وبعد نهايه المقابله الكلام اللي هضروا في المطار كانوا عطاوه لي من السنغال بعد نهايه المقابله، قالوا لي راه كره راح يلحق المطار او راح يهضر عليك لانه راه هنا ذكر بالاسم. انا كنت ننتظر يعني باللي راح يهضر عليا انا، ولكن انا اللي غاضتني التشكيله ماشي انا الاول اللي حطيت التشكيله، كاين وسيله اعلاميه اخرى، وسيله اعلاميه محترمه ولا داعي باش نتكلموا عليها، حطوها بنهار قبل مني ولكن ما هضروش عليها وما كاش يحوس عليه. كاين واحد اخر مدي محسوب عليه جورناليست. اسمح لي نروح لك ابعد من هذا، اقول لك علاش. انا لانني مريت في البلاطوات وقلت جمال بالماضي علاش ما يديرش كما كان يدير الي لوزيتش ويدير بوركيف، قاعدين هنا عايشين في الجزائر. هذه هي اللي خلى جمال بالماضي يتحدث عليا بهذه الطريقه. نشر تشكيله المنتخب الوطني راح تلعب مقابله ما عندها حتى تاثير علينا، بالعكس احنا ربحنا. قال لو كان خسرنا قال يا ولدي هذه التشكيله خرجوها وهي السبب باش خسرنا، انت ربحت المقابله. انت فزت بالمقابله. نعطيك مثال بسيط. جمال بالماضي في 2004 كان لاعب في المنتخب الوطني في كاس افريقيا للامم في تونس، وكان رابح سعدان هو المدرب. تعرف التشكيله وشو انت كان يحطها رابح سعدان؟ 24 ساعه قبل المقابله. وين كان يحطها؟ كان يافيشيها في الفندق في الاوتيل، والناس تشوف التشكيله اللي راح تلعب غدوه بعد 24 ساعه. وكاين انا كان عندي ملف كبير على كاس افريقيا 2004 ما هدرتش عليه، ربما يجي نهار ونهضر عليه. ملف انت كيفاش تقصينا من كاس افريقيا الامم 2004 والمتسبب في اقصائنا من كاس افريقيا، وشكون اللي كان يلعب بالذراع واللي كان يفرض نفسه الذراع على ربح ساعه؟ لا عندي اللي كان يفرض نفسه عارفها بالماضي كذا. شوف انا ما نقول هذا بالماضي ولا شوف تسمح لي تسمح لي معروف هو كاين الناس اسمح لي كاين لاعب هدد ما لقاش اسمه في التشكيله هدد قال لهم لو كانت تافيشي وهنقطع.